السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة العلوم. معاكم اسمها محمد. إن شاء الله النهاردة يا أولاد هنبدأ مع بعض أولى حلقات المراجعة العامة. تعالوا كده مع بعض نشوف إحنا عاملين النماذج بتاعتنا على هيئة أسئلة، والنماذج دي طبقا طبعا لمواصفات الامتحان. تعالوا مع بعض كده نشوف النموذج الأول. عندنا السؤال الأول رقم واحد، أكمل ما يأتي. رقم واحد، قوة السحب أو الجذب التي تنشأ بين الأجسام تعرف بنقط. إحنا قلنا القوة اللي هي بتعمل على الكون كقوة جذب أو قوة سحب، دي بنسميها قوة الجاذبية. يبقى الجاذبية هي قوة السحب أو الجذب التي تنشأ بين الأجسام. رقم اتنين، تتكون رواسب تشكل الدلتا نتيجة تدفق مياه نقط من الجبال. احنا عرفنا ان الدلتا دي بتتشكل ازاي يا ولاد. احنا قلنا النهر بيجي من المنبع بسرعة، بيحمل معاه الفتات بتاع الصخور، وابتدي في نهاية النهر السرعة دي تبتدي تتبطأ، ويبتدي تترسب الرواسب مكونة الدلتا اللي بتكون على شكل المثلث. طيب هنا بتتدفق المياه منين؟ طبعا من الانهار. يبقى بتتكون رواسب تشكل الدلتا نتيجه تدفق المياه، طبعا مياه الانهار من الجبال. رقم ثلاثة، بيقول لي مياه المحيطات حول العالم بتدور في انماط تسمى، طبعا هنا احنا عرفنا ان هي انماط بتسمى تيارات المحيط. تيارات المحيط. رقم أربعة، يتكون ظل نقط للأجسام عندما تكون الشمس مرتفعة في السماء. طبعا الشمس بتكون مرتفعة في السماء يا ولاد أثناء فترة طبعا الظهيرة، فهنا هيكون الظل ظل قصير. يبقى بيتكون ظل قصير للأجسام عندما تكون الشمس مرتفعة في السماء، وده بيكون وقت الظهيرة. السؤال الأول ب بيقول لي تأكل الغزالة العشب تفتت الصخور إلى رمال. عندي عبارتين، فبيقول لي أي هذه العبارات أو التفاعلات بتعبر عن الغلاف الحيوي. نتذكر مع بعض، قلنا إن الغلاف الأرضي بيشمل أربع أغلفة: الغلاف الحيوي، الغلاف الأرضي، الغلاف المائي، والغلاف الجوي. طب أنا عندي هنا عبارتين، أي العبارتين دول يا أولاد اللي بيعبر عن الغلاف الحيوي؟ طبعا هنا هتأكل الغزالة العشب، لأن الغزالة هنا كائن حي والعشب كائن حي، ودول بيمثلوا الغلاف الحيوي. عندي سؤال التاني، ألف، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد، تعتبر النباتات من الموارد الغير متجددة. احنا عرفنا الموارد المتجددة هي موارد بتجدد نفسها في وقت قصير زي الماء وزي النباتات. النباتات يا ولاد بتبقى بذرة، والبذرة بعد ما ابتدي اعمل لها عملية انبات تبتدي تكبر وتبقى شجرة، والشجرة تبتدي تثمر وتبتدي تكون أزهار، والأزهار مسؤولة عن تكوين البذور، فبالتالي بتعيد الدورة مرة أخرى. يبقى إذن بتعتبر النباتات هنا من الموارد المتجددة. طب هنا السؤال بيقول لي بتعتبر النباتات من الموارد غير المتجددة؟ أقول له لا، هنا العبارة غير صحيحة. رقم اتنين، دوران الأرض حول محورها يتسبب في تعاقب الليل والنهار. احنا عرفنا يا ولاد ان الارض بتدور حول محورها مره كل 24 ساعه او كل يوم، وده بيتسبب في تعاقب الليل والنهار. وكمان الارض بتدور حول الشمس كل 365 يوم وربع او سنه، وده بيتسبب في تعاقب فصول السنه الاربعه. يبقى اذا العباره بتاعتنا عباره صحيحه، دوران الارض حول محورها يتسبب في تعاقب الليل والنهار. رقم ثلاثة، بيقول لي تعد البرك والمستنقعات أنواعا مختلفة من الأراضي الرطبة. درسنا خلال الترم مع بعض يا أولاد المسطحات المائية، وعرفنا إن في ينقسم منها إلى برك ومستنقعات وأنهار ومحيطات، حاجات كتير. إحنا عرفنا إن البرك والمستنقعات دي فعلا هي أنواع مختلفة من الأراضي الرطبة، يبقى إذا العبارة بتاعتي هي عبارة صحيحة. رقم أربعة، تسحب قوى الجاذبية الأجسام أسفل باتجاه مركز الأرض. إحنا قلنا الجاذبية الأرضية قوة سحب أو قوة جذب، بتسحب الأجسام في أي اتجاه؟ الأسفل، ويكون الاتجاه ده اتجاه مين؟ مركز الأرض. يبقى العبارة هنا عبارة صحيحة.
السؤال التاني بقى يا ولاد بيقول لي بيتأثر المنطاد عند سقوطه على الأرض بنوع من المقاومة تتسبب في إبطاء سرعته حددها. إيه المنطاد يا ولاد؟ اللي هو الباراشوت، عشان الناس اللي ما تعرفش يعني إيه كلمة منطاد، اللي هو الباراشوت. بيقول الباراشوت أو المنطاد ده لما بيبتدي يسقط على الأرض سرعته بتبطأ، وده بسبب نوع من المقاومة. المقاومة دي اسمها ايه؟ طبعا المقاومة دي يا ولاد اسمها مقاومة الهواء، لان الهواء ليه مقاومة، تمام؟ والمقاومة دي بتعمل عكس اتجاه حركة الجسم فتبتدي تبطأ من سرعته. يبقى نوع المقاومة هنا اسمها مقاومة الهواء. السؤال الثالث يا ولاد، ألف اختر الإجابة الصحيحة. بيقولي بتتسبب نقط في حركة الأجسام، يا ترى مين اللي بيسبب حركة الأجسام؟ الكتلة ولا الحجم ولا الكثافة ولا القوة؟ احنا عارفين الجسم طالما مستقر وواقف في مكانه يا ولاد مش هيتحرك غير لما تسبب فيه قوة، يبقى القوة هي المسؤولة عن حركة الأجسام، يبقى تتسبب القوة في حركة الأجسام. رقم 2، يطير الصقر في السماء يشير ذلك إلى تفاعل الغلاف نقط والغلاف الحيوي. نرجع للعبارة بتاعتنا، بيقول لي يطير الصقر في السماء. هو الصقر تبع أنهي غلاف يا ولاد؟ طبعاً تبع الغلاف الحيوي. طيب والصقر ده بيطير فين؟ في السماء، يعني في الهواء، صح كده؟ طيب الهواء هنا تبع الغلاف مين؟ تبع الغلاف الجوي. إذاً يطير الصقر في الغلاف هيشير إلى تفاعل الغلاف الحيوي مع الغلاف الجوي. رقم 3، بيقول لي تؤثر كمية نقط في طول وزاوية الظل، يا ترى كمية ضوء مين؟ القمر ولا الشمس ولا الشهب ولا النجوم؟ طبعا هنا هتؤثر كمية ضوء الشمس في طول وزاوية الظل. 4، يتسبب سوء استخدام الماء العذب في نقط الحيوانات التي تعيش فيها. احنا عرفنا طبعا انا لو لوثت المياه العذبه او سقط الاستخدام بتاعها يا اولاد، طبعا ده هيعمل ايه في الحيوانات اللي بتعيش في المياه ديت؟ هتعمل كثره في الحيوانات ولا نمو ولا انقراض ولا تنوع؟ طبعا هنا هتؤدي الى انقراض الحيوانات التي تعيش فيها. السؤال الثالث بقى بيقول لي اثناء رحله ادم المدرسيه راى بئرا من المياه ممتده الى سطح الارض، حدد نوع المياه الموجودة في البئر. الآبار يا أولاد والعيون طبعا دي نوع من المياه الجوفية العذبة، يبقى إذا نوع المياه هنا هي مياه جوفية وكمان بتكون عذبة. كده خلصنا النموذج الأول، تعالوا مع بعض نشوف النموذج الثاني. النموذج الثاني، السؤال الأول، أكمل ما يأتي. رقم 1، تزيد قوة الجاذبية عندما نقط المسافة بين الجسم وسطح الأرض. الجاذبية يا ولاد بيأثر فيها عاملين مهمين جدا، العاملين دول هما الكتلة والمسافة. بين الجاذبية والكتلة علاقة اسمها علاقة طردية، يعني بمعنى إن الكتلة لما تزيد الجاذبية كمان هتزيد، دي بنسميها علاقة طردية. وفي علاقة عكسية بين المسافة وبين الجاذبية، يعني المسافة كل ما تكون كبيرة كل ما الجاذبية بتقل. يبقى هنا بيقول لي تزيد قوة الجاذبية عندما، طبعا عندما تقل المسافة بين الجسم وسطح الأرض. لو كانت المسافة بين الجسم وسطح الأرض صغيرة هنا الجاذبية هتكون كبيرة. رقم 2، معظم الماء العذب يوجد في صورة كتل جليدية بتعرف بنقط. احنا قلنا الماء العذب بيوجد في صور كتل جليدية بنسميها الأنهار الجليدية، الأنهار الجليدية. رقم 3، تستمد الشمس الطاقة الناتجة عن التفاعلات بين نقط لتنتج حرارة وضوء. احنا عارفين ان الشمس نجم، والنجم دوت يا ولاد بيتكون من غازات زي الهيليوم والهيدروجين، والتفاعل ما بين الغازات ده بينتج عنه ضوء وحرارة. إذن بتستمد الشمس الطاقة الناتجة عن التفاعلات بين الغازات لتنتج حرارة وضوء. رقم 4، تتجمع النجوم في السماء على هيئة أشكال يسمى بنقط.
النجوم لما بتتجمع في السماء يا اولاد وتكون شكل معين زي شكل حيوان او شكل معين زي كده ما اخذنا مع بعض اوريون الصياد، بتنسمى التجمع ده ايه؟ بنسميه بالتجمع النجمي. رقم السؤال الاول ب، بيقول لي الماء اساس الحياه على سطح الارض، اذكر اثنين من فوائد الماء لنا. عايزين اثنين من فوائد الماء. تعالوا كده مع بعض، احنا قلنا الميه كانسان او حيوان او نبات ما يقدرش يستغنى عن الميه، لان هي اساس كل اساس الحياه على الارض، اساس كل شيء حي على الارض هو الماء. طيب الماء ايه الفوائد بتاعتها؟ انا بستغل الماء ده في الشرب والزراعه والاستحمام والصناعه والطهي واغراض تانيه كتير. اذا هنا من فوائد الماء هنقول الزراعه، الشرب والاستحمام، وكمان الصناعه. السؤال الثاني يا ولاد رقم ألف، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. رقم واحد، الأنهار مزيج من المياه المالحة والمياه العذبة. يا ترى العبارة عبارة صحيحة أم خاطئة؟ طبعا هنا العبارة عبارة خاطئة، لأن احنا عارفين إن الأنهار المياه بتاعتها مياه عذبة. أمال لو أنا عايزة أصلح بقى السؤال دوت أقول إيه؟ طبعا احنا عارفين ان المصب هو اللي مزيج من المياه المالحه والمياه العذبه، لان هو بيعتبر نهايه النهر اللي هو المياه العذبه مع بدايه البحر او المحيط اللي هو المياه المالحه. يبقى اذا عندي الانهار مزيج من المياه المالحه والمياه العذبه، هقول لا العباره عباره خاطئه. رقم اثنين، لا تؤثر مقاومه الهواء على الاجسام عند سقوطها. لا تؤثر مقاومه الهواء على الاجسام عند سقوطها، هقول له هنا العباره عباره خاطئه، لان مقاومه الهواء لها تاثير كبير على الاجسام عند سقوطها، وبتبتدي تبطا سرعتها وتنزلها ببطء، فبالتالي بتاثر مقاومه الهواء على الاجسام عند سقوطها. رقم ثلاثة، يتم تحويل المياه الملوثة إلى مياه نظيفة عن طريق مرشحات المياه. طبعا احنا ما عملنا مع بعض يا أولاد نموذج لمرشح المياه، وعرفنا ان المرشح ده بيحول المياه الملوثة الغير صالحة للشرب إلى مياه نظيفة، طبعا عن طريق مرشح المياه اللي هو بيضاهي أو بيشابه اللي هي فلتر المياه اللي موجود عندنا في المنازل. يبقى إذا هنا العبارة عبارة صحيحة. رقم أربعة، نرى القمر مضيئا لأنه يعكس ضوء الشمس. إحنا عارفين إن القمر ده جسم معتم ما بيطلعش نور ولا حاجة، ولكن أنا بشوفه ليه بالليل مضيء؟ لأن هو طول النهار بيمتص من أشعة الشمس وبيبتدي يعكس الضوء ده بالليل. يبقى إذا نرى القمر مضيئا لأنه يعكس ضوء الشمس، هقول له العبارة عبارة صحيحة. السؤال الثاني ب، يعيش السمك في الماء ويتغذى على الكائنات الدقيقة به. العبارة السابقة بها نوعين من الأنظمة البيئية، حددهما. احنا قلنا مع بعض أنا عندي أربع أنظمة بيئية، نظام أو الغلاف البيئي، الغلاف الحيوي، الغلاف الأرضي، الغلاف المائي، والغلاف الجوي. نرجع للعبارة بتاعتنا، يعيش السمك في الماء ويتغذى على الكائنات الدقيقة. أنا عندي سمك وعندي كائنات دقيقة، ودول طبعا بيندرجوا تحت الغلاف الحيوي. طيب الماء، الماء هنا تبع الغلاف المائي. يبقى إذا هنا النوعين الأنظمة اللي موجودين عندي في العبارة، عندي الغلاف الحيوي اللي هيتمثل فيه السمك أو الكائنات الدقيقة، وعندي الغلاف المائي اللي هو هيتمثل فيه الماء. السؤال الثالث ألف، اختر الإجابات الصحيحة. رقم واحد، تصنف الأنظمة البيئية إلى نقط أنظمة رئيسية على الأرض. يا ترى خمس أنظمة ولا أربع أنظمة ولا ثلاثة أنظمة ولا سبعة أنظمة؟ احنا لسه قايلين أربع أنظمة، غلاف مائي، غلاف حيوي، غلاف أرضي، غلاف جوي. يبقى إذا هنا هنقول أربع أنظمة رئيسية على الأرض. رقم اثنين، جميع ما يلي من مصادر المياه المالحة ما عدا. يعني عندي مصادر للمياه المالحة من المسطحات المائية، وعندي مصادر للمياه العذبة. عندي المحيطات هنا بتعد من المياه المالحة، كمان البحار مياه مالحة، والخلجان أيضا مياه مالحة. يبقى إذا عندي الأنهار هنا هي الوحيدة اللي مياه عذبة، يبقى جميع ما يلي من مصادر المياه المالحة ما عدا الأنهار. رقم
ثلاثة تعمل نقط على عكس اتجاه الحركة وتبطئ من سرعة الجسم. مين اللي بتشتغل على عكس اتجاه الحركة وتبطئ من سرعة الجسم؟ يا ترى هي مقاومة الهواء ولا المسافة ولا الكثافة ولا الكتلة؟ طبعا أقدر أقوله هي مقاومة الهواء. رقم أربعة، الشمس هي نقط الوحيد في مجموعتنا الشمسية. يا ترى الشمس دي هي الكوكب ولا النجم ولا المذنب ولا الكواكب؟ أقدر أقول إن الشمس هي الكوكب الوحيد في هي النجم الوحيد في مجموعتنا الشمسية. يبقى الشمس هي النجم الوحيد في مجموعتنا الشمس. السؤال الثالث باء بيقول لي تحدث عدة ظواهر بسبب دوران الأرض حول نفسها، اذكر اثنتين منهم. نتذكر تاني مع بعض يا ولاد، قلنا الأرض بتدور حول نفسها أو حول محورها كل قد إيه؟ كل 24 ساعة، يعني كل يوم. طيب ده بيسبب أو بيعمل تعاقب لمين؟ تعاقب لليل والنهار. طب إيه تاني من الظواهر؟ الحركة الظاهرية للشمس. يبقى الظواهر اللي هتنتج من دوران الأرض حول محورها هي تعاقب الليل والنهار والحركة الظاهرية للشمس. تعالوا مع بعض نبدأ النموذج الثالث. والسؤال الأول، أكمل العبارات الآتية. رقم واحد، تمثل الغازات الغلاف نقط بينما يمثل الماء الغلاف نقط. إحنا عارفين إن الغازات بتندرج تحت الغلاف الجوي، ولكن الماء بجميع صوره بيندرج تحت الغلاف المائي. رقم اثنين، يتكون نجم الشمس من نقط شديدة الحرارة. يتكون نجم الشمس من نقط شديدة الحرارة. إحنا عرفنا إن الشمس نجم وبتتكون من غازات شديدة الحرارة زي الهيدروجين والهيليوم. رقم ثلاثة، نحل يلقح زهرة يعبر هذا التفاعل عن الغلاف نقط. تعالوا مع بعض نرجع للعبارة، نحل ويلقح زهرة. النحل هنا كائن حي والزهرة أيضا من النباتات، يعني كائن حي. إذا أنا بتكلم هنا عن التفاعل بين الغلاف الحيوي. أربعة، تدور الكواكب حول الشمس في مدارات ثابتة بسبب نقط. طبعا إحنا عارفين إن الشمس والكواكب اسمهم المجموعة الشمسية. الكواكب هي اللي بتدور حول الشمس. طب ده بسبب إيه؟ لأن الشمس هي أكبرهم كتلة، وبالتالي جاذبيتها بتكون أكبر. فبسبب ضخامة كتلة الشمس بتكون جاذبية الشمس أكبر من جاذبية الكواكب، فبالتالي الكواكب هي اللي بتدور حول الشمس. السؤال الأول باء، توجد أدوات تكنولوجية استخدمت لرؤية الأجرام السماوية البعيدة، حدد اثنتين منها. إحنا عرفنا إن في أدوات بتساعدني إن أنا أقدر ألاحظ أو أشوف الأجرام السماوية البعيدة عننا يا ولاد، ومن الأدوات اللي إحنا درسناها معانا في الترم أخدنا ما يسمى بالمناظير ثنائية العدسة، وأخدنا المثال بتاعها ومنظار جاليليو، وكمان أخدنا تلسكوبات زي تلسكوب هابل، وقلنا إن التلسكوبات بتظهر صورة أوضح وأكثر تفصيلا من المناظير ثنائية العدسة. يبقى أنا عندي هنا أدوات، مناظير ثنائية العدسة زي منظار جاليليو والتلسكوبات زي تلسكوب هابل. السؤال الثاني ألف، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. تعتبر الصخور المنصهرة داخل الأرض جزءا من الغلاف المائي. طيب احنا بنتكلم عن الصخور عموما يا ولاد، سواء كانت منصهرة أو كانت في صورة صلبة. الصخور عموما هي تتبع أو بتشمل الغلاف الأرضي. طب هنا بيقول لي هي جزء من الغلاف المائي، هل يا ترى العبارة هنا عبارة صحيحة؟ أقول لا، العبارة هنا عبارة خاطئة. رقم اثنين، عند التقاء نهاية نهر بمحيط يتكون المصب. عند نهاية نهر بمحيط يتكون المصب. طبعا عبارة صحيحة، وقلنا المصب هو نهاية النهر اللي بيشمل المياه العذبة مع بداية محيط أو بحر بيشمل مياه مالحة. إذا المصب هنا هيكون مزيج من المياه المالحة والمياه العذبة. يبقى هنا العبارة عبارة صحيحة. رقم ثلاثة، سبب تعاقب الليل والنهار دوران الأرض حول محورها كل 24 ساعة. سبب تعاقب الليل والنهار
دوران الأرض حول محورها كل 24 ساعة، هقوله العبارة هنا عبارة صحيحة. رقم 4، يمكن أن نجمع بيانات عن الظل مع مرور الوقت باستخدام الساعة الشمسية. يمكن أن نجمع بيانات عن الظل مع مرور الوقت باستخدام الساعة الشمسية، هقوله العبارة هنا عبارة صحيحة. السؤال الثاني بقى، يستخدم الإنسان نوعاً من الأجهزة لتحويل المياه الملوثة إلى مياه نظيفة، حددها. إحنا عملنا مع بعض يا أولاد نموذج لمرشح المياه اللي كان بيتكون من طبقات، والطبقات دي كان كل طبقة بتبتدي تعمل على تحويل المياه الملوثة إلى مياه نظيفة، وقلنا المرشحات دي بتشابه الفلاتر اللي موجودة عندنا في المنازل. يبقى هنا المرشح هو اللي بيحول المياه الملوثة إلى مياه نظيفة. السؤال الثالث ألف، اختر الإجابة الصحيحة. تسحب قوة نقط الأجسام إلى أسفل باتجاه الأرض. يا ترى قوة الدفع ولا قوة الجاذبية ولا الضغط ولا الاحتكاك؟ احنا قلنا القوة اللي هتسحب الأجسام لأسفل بنسميها قوة الجاذبية. قوة الجاذبية. رقم 2، تمثل المياه العذبة نقط في المية من الغلاف المائي. قلنا الغلاف المائي عموما يا ولاد بيمثل قد ايه من الكرة الأرضية؟ بيمثل 70%. وقسمنا ال 70% بتاعة الغلاف المائي إلى 3% منهم مياه عذبة و 97% مياه مالحة. إذا نسبة المياه العذبة قد ايه من الغلاف المائي؟ هي 3%. رقم 3، يحدث نقط عند تجاوز سقوط الأمطار مستوى ارتفاع الأنهار. لما بيحدث هطول كتير يا أولاد، هطول بطريقة متزايدة، بيرفع مستوى الأنهار. ولما يرفع مستوى الأنهار، المياه الزيادة دي هتروح فين؟ هتعمل إيه؟ يا ترى هتعمل فيضان ولا جفاف ولا ملوحة المياه ولا ترشيد المياه؟ طبعا بتعمل فيضان، طبعا بتعمل فيضان. يحدث فيضان عند تجاوز سقوط الأمطار مستوى ارتفاع الأنهار. رقم 4، تقل سرعة الدراجة عند الضغط على الفرامل بسبب يا ترى المغناطيسية ولا الاحتكاك ولا الجاذبية ولا الرياح؟ طبعا هنا الدراجة يا ولاد بتبتدي تسير على الأرض، فهينشأ قوة احتكاك ما بين إطار الدراجة وما بين الأرض. يبقى هنا القوة الاحتكاك دي بتعمل عكس اتجاه حركة الجسم، وهي اللي بتعمل على تبطيء حركة الجسم. يبقى سرعة الدراجة بتقل بسبب مين؟ بسبب طبعا قوة الاحتكاك. السؤال الثالث بقى، بيقول لي ما الفرق بين الدوران حول محور والدوران في مدار؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. الدوران حول محور يا ولاد، قلنا دوران جسم حول نفسه أو حول محوره. الدوران حول محور هو دوران الجسم حول نفسه أو حول محوره. زي مين؟ زي دوران الأرض حول نفسها أو حول محورها مرة كل يوم أو كل 24 ساعة، واللي كان بينشأ عنه ظاهرة تعاقب الليل والنهار أو الحركة الظاهرية للشمس. يبقى عرفنا الدوران حول محور. طيب الدوران حول في مدار يا أولاد، هو دوران الجسم في مسار حول جسم آخر، زي دوران كده الأرض أو باقي كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس. ده اسمه دوران في مدار. كل كوكب من كواكب المجموعة الشمسية بتدور حول الشمس في مسار محدد ومعين، يبقى ده اسمه دوران في مدار. يبقى عرفنا الفرق بين الدوران حول محور والدوران في مدار. هنبدأ مع بعض النموذج الرابع يا ولاد، والسؤال الأول أكمل ما يأتي. رقم 1، كلما زادت كتلة الجسم نقط قوة جاذبيته. قلنا في عاملين أساسيين بيأثروا على قوة الجاذبية، وهما طبعا كتلة الجسم والمسافة بين الجسم والأرض. هنا كتلة الجسم قلنا في علاقة طردية ما بينها وما بين الجاذبية، فإذا لما تزيد كتلة الجسم تزداد قوة الجاذبية. رقم 2، تعتبر البركة جزء من الغلاف نقط. البركة دي فيها ماء
والماء تبع الغلاف المائي، يبقى تعتبر البركة جزء من الغلاف المائي. ثلاثة، تتغير قوى الجاذبية للأجسام بتغير نقط ونقط. احنا قلنا العاملين اللي بيأثروا في قوة الجاذبية طبعا عندي الكتلة والمسافة. رقم أربعة، تسمى الموارد التي تتجدد طبيعيا في وقت قصير بنقط. الموارد اللي تقدر تجدد نفسها يا ولاد بسرعة وفي وقت قصير طبعا دي بنسميها الموارد متجددة، زي الماء والنباتات دي موارد متجددة. السؤال الأول ب، انتقال الصخور والتربة عند جريان الماء يوضح ذلك تفاعل الغلاف المائي مع غلاف آخر من أغلفة الأرض حدده. طيب نرجع للعبارة بتاعتنا، قال انتقال مين؟ الصخور والتربة. طب الصخور والتربة دي بتشمل أي غلاف من أغلفة الأرض؟ طبعا الغلاف الأرضي، صخور وتربة يبقى الغلاف الأرضي. عند جريانها في الماء أو عند جريان الماء، الماء هنا هيشمل الغلاف المائي، يبقى هنا طبعا بيحدد التفاعل ده او بيوضح تفاعل الغلاف المائي مع الغلاف الارضي. قال التاني الف، ضع علامه صح او خطا امام العبارات الاتيه. رقم واحد، صيد الاسماك بكميات كبيره يؤدي الى ندرتها. طبعا انا لما اصطاد الاسماك بكميات كبيره يا ولاد مش هتقدر تعوض نفسها بسرعه، ففعلا هيؤدي الى ندرتها او ممكن يكون الى انقراضها، يبقى هنا العباره صحيحه. رقم اتنين، ليس من الضروري وجود قوه لحدوث حركه. اقول له هنا بيقول لي يعني مش لازم عشان الجسم يتحرك مش محتاج حركه، يبقى هنا طبعا العبارة خاطئة. الجسم عشان يتحرك من مكانه محتاج لقوة تؤثر على الجسم ده عشان يقدر يتحرك من مكانه إلى مكان آخر. رقم ثلاثة، لا يعتبر النهر الجليدي جزءا من الغلاف المائي. عشان نتفق مع بعض يا ولاد، الغلاف المائي هيشمل الماء في أي صورة من صوره، زي لو هو ماء في صورة تلج او جليد يبقى هنا برضو تبع الغلاف المائي. لو هو ماء في صوره سائله ايضا تبع الغلاف المائي. لو هو غاز او في صوره بخاريه يعني بخار الماء مثلا، يبقى هنا ده يعتبر برضو ايضا من الغلاف المائي. هو شكل الميه بس اللي بيتغير، لكن هو تبع من الغلاف مين؟ الغلاف المائي. يبقى هنا العباره صحيحه. العبارة هنا لا يعتبر النهر الجليدي جزء من الغلاف المائي، يبقى العبارة هنا عبارة خاطئة، لأن النهر الجليدي قلنا هو جزء من الغلاف المائي. رقم أربعة، النجوم هي مجموعة من الأجسام الصلبة تتكون من الصخور. النجوم يا ولاد بيقول لي هي مجموعة أجسام صلبة بتتكون من الصخور؟ لا طبعا العبارة هنا عبارة خاطئة. النجوم دي عبارة عن غازات بتتفاعل مع بعضها عشان كده بينطلق منها الضوء والحرارة اللي بيصلنا زي نجم مثلا مين؟ الشمس. يبقى هنا العبارة خاطئة. السؤال الثاني ب، لماذا تعد الشمس مركز المجموعة الشمسية؟ احنا قلنا المجموعة الشمسية عبارة عن الشمس وبتدور حولها الكواكب. ليه بقى بنقول ان الشمس دي هي مركز المجموعة الشمسية اللي الكواكب هي اللي بتدور حولها؟ هقوله لان الشمس هنا ليها كتلة كبيرة، الشمس هي الاكبر كتلة، فبالتالي بتكون جاذبية الشمس اكبر، فبالتالي ان هي الكواكب اللي هتدور حول الشمس وليس العكس. يبقى لان الشمس الاكبر حجما او الاكبر كتلة من باقي الكواكب المجموعة الشمسية، فجاذبية الشمس اكبر من جاذبية الكواكب فبتسحب الاجسام نحوها. السؤال الثالث الف، اختر الاجابة الصحيحة. وقت شروق الشمس في الصباح يكون ظل الشخص، احنا بنتكلم فين؟ وقت شروق الشمس. وقت شروق الشمس طبعا الشمس بتبقى قريبة، فبالتالي هنا يكون الظل طويل. رقم اثنين، اي من المسطحات المائية الاتية قد تكون مياهها عذبة؟ بتكلم عن المياه العذبة. يا ترى البحر؟ لا البحر مياه طبعا احنا عارفينه مالحة. الخليج ايضا مياه مالحة. طب الاراضي الرطبة؟ لا الاراضي الرطبة هنا هي المياه العذبة، وهو ده الاختيار بتاعنا، ولكن لازم نقرأ الاختيارات جميعها للاخر. المحيط برضو مياه مالحة، يبقى الاجابة بتاعتنا هي الاراضي الرطبة. رقم ثلاثة، تسربت نقط الى شقوق الصخور تحت الارض. مين اللي تسربت الى شقوق الصخور تحت الارض؟ يا ترى هي المياه السطحية ولا المياه الجوفية ولا الانهار ولا الجداول؟ يبقى طبعا هنا انا بتكلم عن المياه الجوفية. رقم اربعة، ما القوة التي يؤثر بها المغناطيس على مشابك الورق؟
احنا عارفين ان المغناطيس بيجذب بعض المواد المعدنية يا ولاد، طب القوة اللي بيسحبها او بيجذب بيها المشابك المعدنية دي يا ترى اسمها المغناطيسية ولا الاحتكاك ولا الجاذبية ولا الرياح؟ طبعا المغناطيس ليه قوة جاذبية خاصة بيه بتسميه على اسمه كده، طبعا المغناطيسية، القوة المغناطيسية. السؤال الثالث باء، انظر إلى الصورة المقابلة ثم حدد الأنظمة البيئية التي يحدث بها هذا التفاعل. طيب الصورة دي بتوضح إيه؟ بتوضح سحلية موجودة بين الصخور. طيب السحلية هنا تمثل أي غلاف من أغلفة الأرض؟ طبعا الغلاف الحيوي، غلاف حيوي، ولكن الصخور هنا هتمثل الغلاف الأرضي. إذا هنا السحلية تمثل الغلاف الحيوي والصخور تمثل الغلاف الأرضي. النموذج الخامس والأخير معانا يا أولاد، السؤال الأول أكمل ما يأتي. رقم واحد، عند تفاعل أنظمة البيئة يحدث تبادل للطاقة ونقط. لما بيحدث تفاعل بين الأنظمة الأربعة يا أولاد بيحدث تبادل للطاقة والمادة. رقم اتنين، تسحب قوة الجاذبية الأجسام في اتجاه نقط. إيه هو الاتجاه اللي بتسحب فيه القوة الجاذبية الأجسام؟ طبعا اتجاه مركز الأرض لأسفل باتجاه مركز الأرض. رقم ثلاثة، تعتبر نقط مسطحا مائيا تحيط به اليابسة من جميع الجهات. طبعا المسطح المائي اللي بتحيط به اليابسة من جميع الجهات هو البحيرة، يبقى تعتبر البحيرة مسطحا مائيا بتحيط به اليابسة من جميع الجهات. أربعة، تدور الأرض حول محورها مرة كل نقط. الأرض بتدور حول محورها أو حول نفسها يا ولاد مرة كل قد إيه؟ أقول له مرة كل 24 ساعة أو كل يوم، وده اللي بيتعاقب فيه الليل والنهار. السؤال الأول باء، ما هي الجاذبية؟ ووضح بمثال. احنا عارفين كلمة الجاذبية دي كلمة عامة، هنتكلم بالكلمة الأشمل، يبقى هي قوة الجذب. الجذب بين مين؟ بين الأجسام، يبقى هي قوة الجذب التي تنشأ بين الأجسام. طب اديني مثال زي دوران الكواكب حول الشمس، زي دوران القمر حول الأرض، زي الظاهرة اللي بتنشأ عنها طبعا جاذبية القمر اللي هي المد والجزر، زي القوة اللي بتجذب اللي هي المغناطيس بيجذب بيها طبعا مين؟ المشابك المعدنية. يبقى دي كلها أنواع من الجاذبية. السؤال الثاني ألف، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. جميع المصادر المياه المحيطة بنا صالحة للشرب. إحنا قلنا المياه الصالحة للشرب هي مياه عذبة، طب هي يا ترى كل المياه أو المسطحات المائية اللي حوالينا دي كلها مياه عذبة؟ أقول له لأ، الأكثر منها هي مياه مالحة والقليل منها مياه عذبة. يبقى إذا هنا جميع مصادر المياه المحيطة بنا صالحة للشرب، أقول لا، العبارة خاطئة. رقم اتنين، المدار هو مسار بيضاوي يتحرك فيه الكواكب حول الشمس. المدار هو مسار بيضاوي يتحرك فيه الكواكب حول الشمس، أقول له عبارة صحيحة. يجذب المغناطيس بعض المعادن مثل الحديد والكوبالت والنيكل، هقول له العبارة هنا عبارة صحيحة. يؤثر الإنسان في كل أنظمة الأرض، طبعا الإنسان بيتفاعل ككائن حي أو تبع الغلاف الحيوي، طبعا بيأثر وبيتأثر بالغلاف المائي والغلاف الأرضي والغلاف الجوي، فإذا فعلا بيؤثر الإنسان في كل أنظمة الأرض، هنا العبارة عبارة صحيحة. السؤال الثاني باء، اذكر أحد تفاعلات الغلاف المائي مع الغلاف الحيوي في البيئة من حولك. اديني كده أي تفاعل بين الغلاف المائي والغلاف الحيوي. هنا مثلا عندي هنقول البط بيسبح في البحيرة، هنقول السمك بيسبح في البحر، هنقول الإنسان أو الأطفال بتلعب في البحيرة أو في البحر أو في النهر. طبعا دي تعتبر إيه؟ تعتبر كلها أمثلة تفاعل الغلاف الحيوي مع الغلاف المائي. السؤال الثالث ألف، تخير من العمود ألف ما يناسبه من العمود باء. رقم واحد، جاذبية القمر. طبعا جاذبية القمر هنا يا ترى بتسبب حركة القمر حول الأرض، ولا تسبب حركة الأرض حول الشمس، ولا تسبب حدوث المد والجزر في المحيطات؟ بسبب جاذبية القمر هتسبب في حدوث ظاهرة المد والجزر في المحيطات. رقم اتنين، جاذبية الأرض. طبعا بسبب جاذبية الأرض هتسبب حركة القمر حول الأرض، لأن الأرض هي الأكبر كتلة والأكبر جاذبية من
القمر. ثلاثة، جاذبية الشمس هتسبب حركة الأرض أو الكواكب حول الشمس. السؤال الثالث باء، ماذا يحدث لو انعدمت الجاذبية على سطح الأرض؟ إحنا عارفين إن الجاذبية دي مهمة جدا يا ولاد على سطح الأرض، هي اللي بتثبت الأشياء في أماكنها، فبالتالي بيبقى في حياة. طيب أنا دلوقتي لو ما عنديش جاذبية، الأجسام دي هتروح فين؟ هتبقى ثابتة على الأرض؟ هقول لك لأ، الأجسام دي هتسبح في الفضاء، يبقى مش هيبقى في حياة، يبقى إذا هنا لن تكون هناك حياة على كوكب الأرض، مفيش حياة أصلا لو مفيش جاذبية على كوكب الأرض. بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده يا اولاد، ويا رب يكون الدرس سهل وبسيط وقدرنا نفهمه، وتكون استفدتوا بالمراجعه بتاعتنا. ان شاء الله نلتقي مع بعض في حصه جديده من حصص المراجعه النهائيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.